الطرشانة بالدجاج ما أعرف طريقة جديدة يمكن. المهم خليتهم ينتظرون أشوف شلون يطبخوها، وهسه نشوف بيتهم علاء شلون متهيئين لليابسة للطرشانة. السلام عليكم. هلا ابو علاء، شلونك؟ شلون صحتك؟ موجودة ام علاء؟ اليابسة موجودة؟ والتمن؟ ترى الجماعة هنا غير طريقة عندهم. ماشي؟ يلا تفضل. هلا هلا. فما تأخرنا عليكم ابو علاء. لا. شوي احنا الدخول صعب للسيدية يعني، من دخلنا تأخرنا. شوي الزحمة. يم بيت بيت ابو احمد. جوارينا. زين بس خليت اتعرف على العائلة هسه. أبو علاء. زين. والحجية أم علاء. وعلاء. أخوها أم علاء أحمد. أحمد. أها. وهاي بنت أخويا مرت مني. مرت علاء؟ لا مرت بلال. ها. وين علاء وبلال وين هم؟ بالشغل والله. وعندي بنية بالمطبخ هسه واقفة، وبنت أبو أحمد هم ضيفة يمنا. أها. بقي لا تتروح ويا أهلها. يعني أنتم متهيئين للطبخة. ها. من يفوز برأيكم؟ ما في فرق. السيدية حلوة العلاقات بيها الناس جواري. الحمد لله الحمد لله. ايه. الحمد لله. بس هذا الطراز كله بالتسعينات او بالثمانينات، بوقتها يعتبر شيء جديد كان مو تمام؟ اي طبعا البناء. اي هسه ماكو شيء قديم يعني. هذا القديم يعني. هذا القديم. الثمانينات هذا من 83 وفوق يعني. لا بس بالتسعينات يعني صارت فد شيء انه سيدية نموذج جابت عشان بيوت السيدية يعني، كان يصير انه بنت بيوت فخمه بيها، صار طراز جديد على مستوى المعمار عندنا. اي اي طبعا. مو تمام؟ إيه بعد اي ما تسمع قبل يقول بالسيديه. اي بالسيديه. اي فتشي. هسه نفس الشيء السيديه لو. لا هي غاليه مو ما غاليه. أها. والله. اي بس هي منطقه حيويه. إيه. تعرفين يعني بقلب بغداد و يعني الخط السريع وشارع المطار قريب عليها. هي بيوتها غاليه. نعم. اي بيوتها. هسه تقريبا هذا البيت ايش قد يسوى؟ والله هذا يعني بال 300. اها ايه. 300,000 ايه 300 دينار. 300 دينار. اي شنو ما كان؟ لا ما كان اكو يعني بهيك كان والله. ها؟ ب 500 يقول لك اشترينا بيت ب 500. احنا بالستينات بعنا بيت يعني ابوي الله يرحمه يرحم والديك مرحوم يعني بيت بشارع الشيخ عمر. ها؟ عماره يعني حداد. انت اصل من شيخ عمر بالاصل؟ من الكولات الاصل انا بالنسبه لي. ايه من الكولات. ايه بعناه ب 3000 ونص. ايه هيا سنة اقول لك بالستينات. اي وهواي كانت لتا هواي يعني يعني. وانت هجي منين بالاصل؟ انا جبورية. اها وشلون التقيتوا لعد؟ يعني نصيب. نصيب لو حب. لا والله مو هالقد. اها لا. علاقتكم شلون ويا بيت ام احمد؟ لا الحمد لله عمر احنا وياها. اها وهو يعني ولا تنسى ابو احمد ترى جبوري هم قرايبي. اها اي بس يعني محرج شيء يعني اقول لكم على شغله يعني هو هسه ابو احمد حكى لي هو وام احمد. ايه ما اعرف ما ادري يعني اخاف تصير مشكله. لا ما تقول كل مشكله ما تصير والله. لا والله ليش ما اعرف قالت انه ما تعرفون تطبخون او هي تطبخ لكم او احنا ننزل لكم الطبخ. ما في فرق انا وياها. ها هي تطبخ ونطبخ ما في فرق. هسه احنا الاكل اليوم مالتنا الفاصوليه اليابسه والتمه وهذه اكله بعد معروفه. اي معروفه. ها؟ اي صح كل جمعه نسويها لو يوميا. لا والله كل جمعه نبات بالمناسبات. اها والقيسي. القيسي بالمناسبات تصير. هم المناسبات. زين. بس انتم جاهزين للطبخه؟ اي الحمد لله. ترى سباق على الافضل على على الاطيب عفوا. الحمد لله الله كريم. ان شاء الله نتوجه لمطبخ هسه ابو علاء. ان شاء يلا. الله. السلام عليكم. هاي متهيئين من صدق ام علاء ها؟ ايه تعرفين على الفريق؟ بنتي ايه؟ وبنت ابو احمد جيراننا. نبعد هنا الموضوع صار بيه مؤامرات. ان شاء الله. جدتي تضامن المياه تاكد لها لازم هناك ما يعرفون يطبخون. لا ليش يعرفون بس ماكو فرق ان شاء الله بس يعني وياهم حبيت يعني اساعد اختي. شوف هذا الروح اللي التآمريه اللي نحكي عليها. الحمد لله. على فكره يعني احنا اصدقاء يعني ما نفترق. زين انتم طالبات؟ اي طالبات. وين تداومين انت؟ انا مدرسه تبوك صف سادس ان شاء الله. سادس اعدادي. اي زين بس شوي علوا صوتكم حتى نقدر ناخذ الطيب بالكلام. وانت بيا صف؟ انا ثالث. ثالث متوسط. اها ان شاء الله. شنو الشغله تطبخها ماما زين الاكله وخاله معلا تطبخها اطيب؟ ياها الاكله يعني الاطيبيه بالطبخ صراحه مالتهم. نفس الشيء يعني انا يعني ما احس يعني انه
اكل ماما يعني اكل خالتي لانه هي امي الثانيه خالتي معلا فعادي ما احس بتغير. زين الا انتم على ما يبدو يعني متهيئين زين. الحمد لله. نقوم احنا نقوم لنا مطبخ زين بس انا عندي شغله خل اقول لكم اياها. هسه انتم ويانا بالفريق انا راح اصير بالفريق وياكم. يعني ها؟ الجماعه هناك يعني هو بصدق هذا الموضوع مو شك انه قالوا ما يعرفون يطبخون واكلهم ما اعرف ايش هم تحدوكم لل يعني امام الكاميرا تحدوكم ما يخالف زين فاحنا هسه خلينا نصير فريق واحد خلينا ايدينا هيك نفس يلا خلينا نتحد ها يلا نبوع على هاي الكاميرا وين كاميرتنا احنا هذه يلا نقول احنا نتحداك يا ام احمد كليتنا نتحداك لا 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 لا, لا اي ها ها بس صوت واحد ايدك حجي يلا واحد اثنين ثلاثه احنا نتحداك يا ام احمد خلص اذا هسه احنا نتهيأ الشوط الاول راح يبدي يلا نقوم نبدا بالتمن حجيه نبدا بالتمن لا نبدا بالمركه ولا بكيفك انت شلون الطبخين هسه شنو راح نسوي؟ راح نحمس مال القرشان. حكيت البصل انا راح نحمس مال الفاصوليه. هاي مال الفاصوليه. الهالج قد تاخذ وقت؟ ياهو. القرشانه. يعني نص ساعة شوية بين ما. نص ساعة. ونبدي هسه بالتمنها؟ نخلي واحدة من البنات تطبخ التمن لو لا حتى انت تكوني المسؤولة على انه الاكل طيب او لا. اوكي اي اطبخ. شو تقولين ام احمد؟ حتى واحد يتحمل النتيجة. اي ها؟ هنا العفو تعالي هنا خليك زين. ها ام علاء شو تقولين؟ تطبخ التمن لو لا؟ حتى نشوف طبخها زين؟ بس النتيجة اذا انتم تحملوها. كيفك؟ ها؟ تحملون النتيجة انتم؟ يلا خلص. اذا انا اروح وارجع لكم لعد. ها اشوف الجماعه وين وصلوا بس انا بدي اسوي الداد بالفاصوليه يلا خلي نكمل فاصوليه بالفاصوليه هذه وبعدين المعجون تخليه ايه زين هذه الفاصوليه او انا اقول لكم انا شنو اروح اناوش واثرم وهذا انتوا اشتغلوا انتوا الفريق ها انا اروح الفريق زين يلا خلي ابو علاء يجي وانا اطلع يلا ابو علاء تعال تفضل هنا تعال يلا انا خلي اروح ارجع البيت ام احمد اي بيت ام احمد اشوف وين وصلوا شنو لين وصلتوا؟ هاي سويت التمه. زين، وهذا شنو؟ هاي المرقة الفاصوليه. بتفور هسه. هسه خلصت بس انه تستوي شيء؟ اي خلصناها. هذا شنو هنا؟ هذا اللحم واللحم خليته على شو اسمه؟ هذا ايش تسوون به هذا؟ لو مرات يذبحوه لو مرات يخلوه على مو مرات يطبقون به التمه؟ صدق وين ابو احمد وشو؟ عفوك وراح. وين ابو احمد عيني تعال لنا وام عمار هم نريدها وياكم، ساره مو ساره؟ اي ساره. سارة تعال. سارة تعال هنا. عموري تعال انت ويا جدو ويا بابا. ويا بابا. اولا شو تعلمت من ماما طبخ؟ تعلمت اكثر شيء الباميه. الباميه. اي وبعد غير الباميه وغير الاشياء. تمه. اي زين بصراحه ماما ايش تطبخ؟ اوفي هنا ماما ايش تطبخ زين؟ اكثر شيء تطبخه طيب؟ اي. الكبه. اي. والدولمه. الكبه والدولمه. ايه وابو احمد يساعدكم ولا لا؟ بابا شو يطبخ زين؟ ابد لا بس يامر بس يامر بس أمر. لا لازم يساعد بالبيت و يساعد اذا يشوفني بس انا وحدي يسوي زلاطه يعني مو يقول لك الحب يصنع المعجزات؟ ايه هسه الحب مالتكم ما صنع المعجزات خلاها تطبخ لا والله صنع لا ها؟ لا صراحة سوى مبين يعني حنون ابو احمد لا الحمد لله لا زين اللي فد يوم تعاركتوا على طبخه معينه على اكله على شيء؟ لا نهائيا صار يمكن مو 20 سنة اي ولا يوم ابد نهائيا ما تسوى الخلاف على اكل لا 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 زين زين انا رحت بيتهم على هالسيف اي و بيطبخون وطبخوا شيء زين اي
بس قالوا لي يعني انه هم يعني دائما يساعدوكم بالاكل او يدزوا لكم اكل وهيك شيء. هو واحد يدز لنا. لا لا مو بيت معلي يقول بس احنا انه احمد طبخها مو شيء. لا لا صدق يعني مو شغل الموضوع يعني بشكل جاد. وقالوا احنا اليوم لازم يعني نفوز بالمليون الطبخه الاطيب، لان قالوا احنا واثقين هم لا المرقه يسووها زين اليابسه. اما الطرشانه قالوا وين اكو دبس بالطرشانه؟ هو بعد بكيفه كل واحد بذوقه. فهم صاروا فريق وتحدوكم. اي فانت شلون تتحدوهم؟ نتحداهم بالحكم اللي راح يتذوق الاكل. اها يعني بالطبخه، هذا اللي بين ما يستوون، اريد الطريقه مالت الطرشانه. الطرشانه نطبخها هنا سوا، يكفي هذا الطبخ لو نشيل الجدر الصغير. لا لا شيله خليها هنا بواحد مكان. ماشي يلا نشوف. شلون علاقتنا بين جوالين كلهم بشكل عام؟ مو بس بيتهم على تتواصلون بالاشياء يعني بيصير عرس تروحون. بيصير اي مناسبات. اي. بالعيد الكليشه مكليشه. اي صحيح. اول يوم العيد نروح مثلا انا اروح على روحان وياها على ام محمد على ام عمر هيجي. زين. قول لي الطرشانه شنو هي؟ اكله عراقيه لو شنو يعني بالاصل؟ هي عراقيه. عراقيه. اها. اكثر شيء يعني من يشتهر بها؟ اكو قصدي يعني بالوطن العربي اكله مشابهه للطرشانه او يسموها طرشانه او شيء؟ لا لا. ماكو. اها. ساريتش اوكي لو بعد. لا هذه ندير الطرشانة هسه ايضا نحمسها خلاص نديرها اها نخلي المي هسه وبعد نخلي الدبس نخلي الدبس على مود اللون يعني بس لون بس على مود اللون يعني طعم ما طعم ما ينطي لا لان احنا نخليه له شكر ما نحتاج يعني للطعم بس على مود اللون نعم لقيتها مقدار كوب نخليه مثلا اي شوف الناس الاكله هي الرئيسيه اللي عندنا بدت ملح شيء خليتيه كامله كامله ها ثوم ها اعطيني خرج وقفل ابوك والله يقول لنا محمد قد يحب الاكل انفضحنا بعد انفضحنا بالطبخه والجيران ما ابو زين لو مو زين مو من حقي